مرة جديدة نعود إلى السينما، حيث يقام قريبا في السعودية مهرجان سينمائي عالمي يحمل اسم مهرجان البحر الأحمر. هذا المهرجان يهدف إلى دعم قطاع الأفلام في السعودية وإثراء المحتوى السينمائي المحلي والعربي، ويدعم أيضا كافة الأعمال السينمائية العربية الجديدة. صباح العربية يلتقي محمد التركي رئيس المهرجان الذي سيكون حلقة وصل بين السينما العالمية والعربية. مهرجان البحر الأحمر راح يكون حلقة وصل لجميع الفنانين من جميع أنحاء العالم، فهو المهرجان الوحيد الدولي في الخليج العربي. طبعا حيكون عندنا انيشيتيفز كثيرة مثل تمكين المرأة، والفوكس عندنا في الفستيفال هذه السنة السينما العربية والإفريقية. بس راح تشوفوا شبابنا صراحة مبدعين، وراح تطلع منهم أعمال جميلة. و كمان قائمة الأفلام راح نعلنها في نوفمبر 9 في المؤتمر الصحفي مع كل البروجرام ومع مع النخبة من المحكم لجنة التحكيم وغيرها. مين من هالفنانين العالميين برأيك وبمعارفك الشخصية راح ييجوا ويساعدوا في نمو هالمهرجان العربي السعودي؟ راح تشوفوا كثير من النجوم في مهرجان البحر الأحمر، بس ما راح أقدر أعلمكم أي شيء اليوم، إنه قاعد نستنى نعلن في المؤتمر الصحفي. بس راح يكون في نخبة تشوفهم في السوشيال ميديا عندي، وبعضهم اشتغلت معهم، فراح يكونوا متواجدين إن شاء الله. مع انضمامي لمهرجان البحر الأحمر راح نشوف أشياء ناجحة، بس أتمنى يعني إنه هذه السنة هي الدورة الأولى، وأتمنى إنها تكون دورة ناجحة. وصراحة يعني ودي إنها تكون على صعيد عالمي وينبسطوا فيها ضيوفنا، ويزدهر فيها القطاع السينمائي في السعودية والعالم العربي. بتكون نافذة هالمهرجان مثلا محمد حتى العالم يتعرف على السينما العربية والسينما السعودية كمان؟ طبعا هذه نافذة راح توصل فيها أفلامنا من العالم العربي والسينما السعودية إلى جميع أنحاء العالم. شكرا.